الى الامير مولاي الحسن، والذي ينظم من طرف جمعيه القرن الاخضر وجمعيه الجوله، وبالتعاون مع بلديه بن سليمان وعماله بن سليمان. فتحيه لكل الحضور الكريم، وعلى راسهم رئيس المجلس البلدي الذي شرفنا بحضور، ورئيس اداره المهرجان الاستاذ حفيظ حلواتي. شهدنا عروضا متميزه، عرضا يحمل عنوان مدى، وعرضا يحمل عنوان دم وفحم في فيلم قصير، ولا زلنا سنرى عروضا كثيره. لكن عرضنا اليوم عرض استثنائي بطاقمه وبمخرجه. عرضنا يحمل عنوان ما يدرى، هي حقبه زمنيه لخص فيها المخرج اطوارا تاريخيه سنترككم لتكتشفوها. فرجه ممتعه.
أنا ريكارد وايد. نادي روحي.
وانت تخلص السماء. اول غدا واش تي لاباس بلاتي خلق اللي بلا تكون قراتي باكيه وفرت انت البويه القوات اتفرتي في الوقت اللي قصتي فيني فيه وقت تقول لي قبل ما نخرجك ماشي حتى دابا انت انت قبل ما تخرجني تفكر بلي راني غير نرى والمرا حسيسه وردبه بحال داك اللي تلقاها سعيد. طبيعي الحال